يعد صيف ابو ظبي الرياضي اكبر فعاليه رياضيه داخليه في الشرق الاوسط، تنظم شركه ابو ظبي الوطنيه للمعارض بالتعاون مع مجلس ابو ظبي الرياضي وكذلك مركز ابو ظبي للصحه العامه. تقام هذه الفعاليه على مساحه تزيد اكثر عن 27 الف متر مربع، وتتنوع فيها الملاعب اكثر عن 25 ملعب ومضمارا. تضم الفعاليه ملعبين كره قدم سباعيه وثلاث ملاعب كرة قدم خماسية وثمان ملاعب بادل وثلاث ملاعب للتنس الريشة وثلاث ملاعب لكرة السلة وثلاث ملاعب لكرة الطائرة وملعب للكركت وكذلك ملعب للكروسفيت وكذلك مضمار للجري بطول واحد كيلومتر ومنطقة مخصصة للتزلج بالألواح الخشبية ومنطقة الانفلافلست المخصصة للأطفال وكذلك المناطق المجاورة للمأكولات والمشروبات. تمتد الفعالية طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا حتى 1 بعد منتصف الليل.